ولو بكلمة طيبة. فأنت هتيجي قدام ربنا يا أستاذ حلمي هتقول له أنا قال لي أنا عملت فن عظيم، قلت له على عيني وعلى راسي، بس لما ربنا هيسألك أنت عملت إيه هتقول له علي جرى من مراسيلك؟ لا، أنت بقى لازم تعمل حاجة علشان لما ربنا يجي يقول لك كده بتحرم الغنى وبتحرم اطلاقا 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 لا 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 انا مش ده قصدي بتحرم الفن لا 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 كويس كويس دي منطقه دي منطقه صعبه شويه اطلاقا المنطقه دي قالها الدكتور مصطفى محمود الاستاذ محمد عبد الوهاب ما سمعتوش لكن انا بتكلم في نقطه مهمه جدا هو الاستاذ مصطفى محمود اقصد ما اعتقدش ان هو حرم الفن كده بتقول للناس اولا الغنى حرام بتقول للناس الفن حرام بتقول لي الناس اللي بتمتعنا بغناهم وبالمزيكا بطلوا علشان ده حرام حضرتك بتسأليني رغم ولا بتأوليني لا بتسأليني أنا بحكي معاك بتسأليني رغم أنه يعني إحنا بلد الأزهر أكيد ومفيش تحريم للفن من الأزهر بجانب أنه المملكة العربية السعودية اللي كانت قبل كده متبعة افكار مختلفه دلوقتي هي اجاوب بقى اجاوب اسمحي لي انا ما قلتش الكلام تجاوب. اللي حضرتك قلتيه ده خالص وانا لم احرم الفن لا 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 انت بتقول لي هتقف قصاد ربنا تقول له على اللي جرى ما انا هقول لك حاجه ما ده معناه ايه لا ده معناه حاجه تانية شوفي انت خدتيها بالمحمل ده خلينا بقى نحسن الظن في بعضنا خلينا نحسن الظن ان بعض الظن ايه قول اسم. ان بعض الظن اسم قول. فحضرتك اساليني وانا جاوب يلا. هل يا دكتور محمد علي الفن حرام ولا حلال يجاوب بقى الدكتور محمد جاوب علي. الفن منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام ما كان منه حلال فهو حلال الكلمات الجميله الالحان الجميله كويس الالحان الوطنيه واحد بيحب زوجته واحد بيحب اولاده واحد الفن الجميل الراقي اللي احنا سمعناه زمان تمثيليات رأفت الهجان تمثيليات جمعة الشوال تمثيليات عمر بن عبد العزيز الكلام الجميل ده محدش يختلف مفيش اتنين عاقل يختلف عليه ان هو يقول ان هو حرام كويس لكن تعالي على الصيد التاني لو احنا قدمنا فن وواحد طالع بيشرب مخدرات في الفن واحدة طالعة مثلا وطبعا احنا بلد حريات احنا ما هنقدرش ان احنا نصادر على الناس كل واحد حر ويلقى الله بيه انت هتيجي تقولي لي مثلا واحدة طالعة كشفة نص جسمها وتقولي لي ده فن لا يا فندم ده مش فن فده اللي انا بكلمه نرجع بقى لموضوعنا مهم جدا اللي انت اتكلمتي عليه قلتي لي ايه اللي خلاك على اللي جرى من مراسيلك مش ده معنى ان الفن حرام ابدا انا قلت له انا عايزك تقول لي حاجة لما تيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى تقولها لي غير دي لان دي مش هتدخلك الجنه طب ايه اللي هيدخلك الجنه ايه اللي عرفك ما انت لسه بتقول دلوقتي بلاش حد يحكم على حد انا ما حكمتش ما هو انت برضو انت بتقول دي مش هتدخلك الجنه لا 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 لا, لا 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 يعني ده مش العمل الصالح اللي ممكن يخش بيه الجنه انا عايز عمل صالح زي ايه زي صلاه زي صوم زي كلمه طيبه زي وانت ايه عرفت عليه ما بيعملش لا بيعمل ما انا جاي عشان اقول بيعمل مش هو نحن مش والله انا بناقشك لا وانا مبسوط على فكره أنا مبسوط جدا من فضل. النقاش ده طب اتفضل جدا قول. عشان نبين للناس الصح من الخطأ تمام ما قلتش إن الفن حرام بالعكس بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو إلى الإنشاد الديني وسمع الإنشاد الديني ومر على نسوة من بني النجار ينشدنا الشعر أي. قال لك نحن نسوة من بني النجار يا حبذا محمد من جار طيب والنبي أقر على ذلك الحبشة اللي كانوا بيتراقصوا حكايات كتير يعني